في الفيديو ده هننزل ادوات التطوير للمطورين اللي بيعملوا تطبيقات على الاندرويد وعلى الاي او اس. هننزل ادوات التطوير على نظام الويندوز، ادوات جديدة ويندوز جديد، ادوات يتم تجربها، كل ده بتاريخ حديث. خليكم معانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هننزل مع بعض أدوات مطورين الماوي وهي Visual Studio Community. هننزله وهنجرب مع بعض دوت نت ماوي بفضل الله. فتعالوا مع بعض نفتح جوجل ونكتب Download Visual Studio وندوس على Enter. وأنا عايز Visual Studio ومش عاوز Visual Studio كود. دلوقتي أنا عايز Visual Studio، فادخل على visualstudio.microsoft.com وبعد كده عايزين ننزل الاصدار كوميونيتي اللي هو الفري. تمام، هدوس عليه من هنا. ده احدث اصدار حتى الان في عام 2024 زي ما احنا ما شايفين مع بعض بفضل الله. بينزل هنا، وبعد ما ينزل هنفتحه وهنبدأ ان احنا نعمل له سيت اب وهننزل ادوات ماوي. هو الملف ده زي ما احنا ما شايفين مساحته قليله، لكن التنزيل بيكون من الانترنت، ومايكروسوفت ليها بعض الادوات. وقبل كده عملنا فيديو اخر لتحميل اصدار اوفلاين قديم من فيجوال ستوديو، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الاصدار الجديد. الويندوز اللي قدام حضراتكم ده ويندوز لسه نازل، معلوش اي حاجه خالص، معلوش اي برامج، معلوش اي حاجه. دي اول حاجه نعملها عليه زي ما احنا ما شايفين. بتنزل الويندوز بتاعك عادي، تنزل تعريفاتك عادي، تنزل شغلك عادي، مفيش اي مشكله خالص، وتبدا تنزل فيجوال ستوديو. ادي اللي احنا بنعمله اهو، ادي الملف نزل، هدوس عليه افتحه من هنا. طبعا الناس عارفين ويندوز، عارفين خلاص، احنا كده مش عايزين ده في حاجه. ده هيبدا يشتغل، هنقول له كونتينيو، يحدث ويظبط اموره، واحنا هننتظره. ما بياخدش وقت هنا، هو الوقت اللي بياخده اثناء التحميل من الانترنت. طبعا انت لما بتيجي تعمل بروجكت بالماوي، البروجكت بتاع الماوي بيشتغل على اكتر من منصه، بيشتغل على منصات كتير، ويندوز، ماك، اندرويد، اي او اس. فانت الويندوز والاندرويد ما فيهمش مشكله على جهاز الويندوز، اوكي؟ لو انت بتشتغل على جهاز الويندوز وعايز تخرج تطبيق، سواء بقى كنت هتشغله على الايميليتور، او سواء كنت هتشغله على الفون، سواء كنت هتشغله على الويندوز اللي انت قاعد عليه ولا ويندوز تاني، مش فارقه معايا. ويندوز واندرويد على ويندوز ما فيهمش مشكله، ما فيهمش مشكله. لكن لو عايز تشغله على الاي او اس او الماك، لازم جهاز ماك، سواء كنت هتعمل بير او كنت هتشتغل عليه من الاساس. واحنا عملنا قبل كده ازاي تنزل ادوات المطورين على نظام الماك، فيديو موجود على القناه تقدروا ترجعوا له لو انتم عايزينه. واي حد منكم عايز يشترك في كورس ماوي المدفوع، كورس ماوي المدفوع بفضل الله مليان تفاصيل كتير، اساسا لا يصلح بطوله ان هو يكون على اليوتيوب، لان ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، كورس طويل جدا ومليان معلومات ومليان شغل ومشاريع وافكار، ومشاريع متنوعه وافكار متنوعه وشرح متنوع، ولا زلنا شغالين فيه بفضل الله، كورس كبير جدا بفضل الله. انصحكم تنضموا ليه، والتفاصيل كلها في الوصف، التفاصيل كلها بتاعته في الوصف. المهم موضوع الماوي، لو انت عايز تشغله على ويندوز واندرويد مفيش مشكله، لو انت شغال على ويندوز خلاص. يبقى المشكله فين؟ لو انت شغال على ويندوز المشكله في الاي او اس والماك. طب العكس بقى، لو انت شغال على الماك هيبقى عندك مشكله في ويندوز. يعني لو انت شغال على الماك مش هتعرف تشغله على ايه، مش هتعرف تشغله على ويندوز، اوكي؟ يبقى لو انت شغال على الماك هتقدر تشغله على الماك والاي او اس والاندرويد بسهوله، لكن مش هتقدر ان انت تشغله على ويندوز. لكن لو انت شغال على ويندوز هتقدر ان انت تشغله على الويندوز وعلى الاندرويد، ومش هتعرف تشغله على الاي او اس ولا الماك غير لما يكون معاك جهاز ماك ونازل عليه الادوات التي توافق ان انت تعمل عليه شغل. عملنا تفاصيل كتير جدا وخبرات كتير جدا 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 في كورس ماوي المدفوع،
في موضوع السيت اب، وعشنا يعني حاجات كتير جدا وخبرات كتير، وعالجنا الادوات وحملنا الادوات، وجربنا مره ان احنا نعمل بير مع ماك، ومره تانية ان احنا نشتغل على الماك نفسه، وبنجرب البروجكتس على الاربع منصات، على الويندوز وعلى الماك وعلى الاندرويد والاي او اس. بنعمل شغل عملي بفضل الله. بجد 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 انصحكم من كل قلبي انكم تنضموا لكورس ماوي المدفوع. انا مش بعلن عن الكورس، بس فعلا فعلا الكورس ده محدش يعرف قيمته زي ما قلت قبل كده، محدش يعرف قيمته غير مش اللي اشترك فيه بقى، غير اللي ذاكر منه بفضل الله. طيب دلوقتي احنا عندنا ادوات كتير، انت بقى على حسب شغلك. يعني ايه دلوقتي نفترض ان انت هتطور ماوي فقط، فقط مش تعمل حاجه تاني غير ماوي، فهتعلم على دي وخلاص على كده، مش هتعلم على حاجه تاني. طيب نفترض ان انت هتعمل اي بي اي، ركز معايا بقى، انت عاوز تعمل اي بي اي. الاي بي اي دي بتتعمل بالايه؟ بتتعمل بادوات الويب، يبقى اتعلم على الويب بقى. لو انت هتعمل ايه اي بي اي، تعلم على الويب. طيب ماوي هتخرج لك ديسك توب بس متبرمج بتقنيه سي، بلغه سي شارب على تقنيه الماوي معايا. يعني مش هتلاقي ادوات الديسك توب اللي انت كنت متعود عليها قبل كده. لو عاوزها ساعتها هتعلم على دوت نت ديسك توب ديفلوبمنت، خدت بالك ازاي؟ تعلم على دي، تمام. طيب نفترض ان انت عايز تشتغل بالسي بلس بلس على الويندوز عن طريق فيجوال ستوديو اللي انت عليه ده، ساعتها تنزل تعلم على ديسكتوب ديفلوبمنت وذ سي بلس بلس. كده انت تشتغل بالايه؟ بالسي بلس بلس. هتشتغل موبايل بالسي بلس بلس، تعلم على بيه، وهكذا وهكذا. يعني انت المفروض ان انت على درايه انت عاوز ايه ومحتاج ايه. احنا مش عاوزين دي، ممكن نحتاج دي، ممكن نحتاج دي، ممكن نحتاج دي. فانت بتعلم على اللي انت محتاجه، والحجم هنا باين قدامك. هنا توتال سبيس ريكوايرد 27، اللي هو محتاج عشان يعمل سيت اب محتاج 27 جيج. انت بتبص على المساحه بتاعت السي اللي عندك وتبدا تشوف، بيقول لك هينزل فين، هينزل في الحته الفلانيه. شلت دي بقوا كام؟ 26 و770 ميجا. شلت دي بقوا 25، شلت دي بقوا 19. انت خدت بالك؟ يعني عندك من 19 السي بلس بلس لوحدها واخده حوالي 6 جيجا، صح؟ من 19 ل 25 يعني حوالي 6 جيجا. يعني السي بلس بلس لوحدها واخده حوالي ايه؟ 6 جيجا، انت متخيلين؟ هنا عندك دول كده 19، لو انت علمت على الويب معاهم بقوا 20 يعني جيجا. علمت على الديسكتوب معاهم بقوا ايه؟ 21 جيجا كمان. لكن سي بلس بلس علمت عليها 27. بص من 21 ل 27 6 جيجا زي ما قلت لكم من شويه. خدتوا بالكم من القصه؟ فانت بتختار اللي انت عاوزه. طبعا انت تقدر، لو انت مش شرط ان انت تشتغل سي بلس بلس، ان انت تقدر تظبط اعداداتك وتنزل فيجوال ستوديو كود وتشتغل عليه، او او تنزل كومبايلرز، او تجرب على حاجات كتير وتشتغل على فيجوال ستوديو نفسه. انت تقدر تعمل اللي انت عايزه. فالمهم بتشوف اللي انت عايز تعلم عليه واللي انت محتاجه بالفعل، وتبدا ان انت تعمل له انستول. واللغات الخاصه فيجوال ستوديو موجوده هنا، لانجوج باكس، انت هنا تنزله بالايه؟ بالانجلش. لو انت عايز اي لغه ثانيه بتنزلها، اظن ان انت مش هتحتاج غير الانجلش. اوكي؟ طيب المهم زي ما احنا ما شايفين، احنا كده مش معلمين غير على ادوات الويب لو انت عايز تعمل اي بي اي، ومعلمين على ادوات الديسكتوب لو انت عايز تعمل ديسكتوب، ومعلمين على ادوات الماوي، وهي دي الاساس، هي دي ادوات الايه؟ ادوات الماوي اللي احنا بنشتغل بيها. المهم بعد ما اظبط اللي انا عاوزه هدوس على انستول. هنا طبعا الاختيار براحتك، عايز تعمل انستول وداونلود مع بعض براحتك، نزل وتعمل داونلود مع بعض، عايز تداونلود كله بعد كده تنزل براحتك اللي انت عايزه، تمام. انا هعمل انستول على كده. في ناس تانية عارفه ميزه الموضوع ده، في ناس بتحتاجه، اعمل اللي انت عايزه براحتك خالص، مفيش اي مشكله. انا زي ما هو كده وهدوس على انستول، وهيبدا ان هو يشتغل، تمام. هنا بيقول لي ستارت افتر انستليشن. اوكي انا هشيل العلامه من على ستارت افتر انستليشن، انا هبقى شغاله بنفسي بفضل الله. هنا جايب لك المساحه حاليا، هي المساحه اللي هيحملها علشان يعمل لك السيت اب.
اللي هو قال لك عليه اللي هو 21 جيجا وشويه ده، هيحمل ايه عشان يفك منه الضغط ويحمل بقى ال 21 جيجا وشويه؟ هيحمل 5 جيجا و530 ميجا، 5 جيجا 530 ميجا يحمل اهو ايه واحده واحده على حسب بقى سرعه الانترنت، هيبدا ان هو يشتغل معاك تمام. وهنا هيعمل داونلود، هتلاقيه هنا بيعمل داونلود، وتحت هنا هتلاقيه بيعمل انستول. الحاجه اللي هو بينزلها هنا هتلاقيه بيعمل لها هنا ايه يعني سيت اب، هنا تنزيل او تحميل، يعني هنا يحمل وهنا ايه يعمل تنزيل على الجهاز نفسه. طبعا انا مثلا الانترنت زي ما انتم لاحظتوا معايا هو هنا مش مستقر خالص، شويه بطيء جدا ولا حاجه، وشويه سريع جدا، شويه بطيء شويه سريع، فساعات برضو بيطلع لي رساله ان هو ايه الانترنت فيه مشكله، فبروح دايس على ريتراي بيكمل عادي مفيش مشكله. حتى لو يعني من ميزه فيجوال ستوديو ان لو الجهاز قطع خالص، نفترض مثلا النور قطع، مثلا النور قطع عليه، لو هو حمل مثلا جزء ونزل جزء، هتلاقيه هو لما النور يجي وتيجي تشغل الجهاز هتلاقيه بيكمل على اللي هو عامله من غير انت ما تعمل حاجه، فدي برضو ميزه كويسه. المهم هننتظره لما يخلص، واول ما يخلص هنرجع مع بعض تاني ان شاء الله علشان نشوف هنعمل ايه. هو قرب يخلص اهو. طبعا الداونلود بترجع لسرعه الانترنت، والانستول بترجع لسرعه الجهاز وسرعه الهارد، كله بقى بيرجع لسرعه الجهاز وسرعه الهارد، لكن الداونلود لازم سرعه انترنت. طبعا احنا عارفين الكلام ده. فلو انت عندك الانترنت سريع وعندك الجهاز سريع بفضل الله، مثلا الهارد يكون اس اس دي، الرام تكون عاليه، الجهاز يكون جيل احدث على قد ما تقدر، كل ما انت ما تظبط في الموضوع ده كل ما الجهاز هيكون سريع. لكن الانترنت قصه لوحدها. فالمهم لو انت الانترنت سريع والجهاز سريع هتلاقي الاثنين دول ماشيين مع بعض تقريبا، يعني هتلاقي ان الداونلود والانستول ماشيين مع بعض. في الاول كده الداونلود بس بيحمل شويه، لان طبعا بيبقى فيه باكجز هو بيحملها بيبدا ان هو يعمل سيت اب منها، فبتلاقي الداونلود سابق في الاول، لكن بتعدي حته معينه من الداونلود بتحس ان الانستول. ده الكلام ده امتى؟ لو الجهاز سريع والانترنت سريع. لو الانترنت بطيء والجهاز سريع هتحس ان الانستول قريب جدا من الداونلود، على حسب بقى ايه القصه كلها. المهم ان بعد ما ينزل فيجوال ستوديو هيخلص الكلام ده كله، هيغير كل ده، هو خلاص بيفنش، هيظهر هنا ان انا اعمل له لانش اشغله. لو كنت علمت على دي انا شلت العلامه من عليها، لو كنت علمت عليها كان هيفتح اول لما يخلص. هو كده خلاص يعني هو كده بيفنش. دلوقتي في حاجه اسمها ديفلوبر مود في الويندوز. الديفلوبر مود دي انا ما جيتش ناحيتها، واخدين بالكم؟ انا بحاول ايه اسيب الامور طبيعيه. سبت لكم الويندوز في الاول طبيعي ما فيهوش اي حاجه، مش نازل عليه حاجه، مش منزل عليه اي اس دي كي، مش منزل عليه اي حاجه، مش منزل عليه جافا، مش منزل عليه بايثون، مش منزل عليه رينج، مش منزل عليه اي حاجه خالص، سايبه زي ما هو من غير اي حاجه. والحاجه الوحيده اللي انت بتعملها مع الويندوز طبعا بتنزل الويندوز، بتنزل التعريفات بتاعتك، بتنزل الحاجه بتاعتك. بعد كده بنزل فيجوال ستوديو. فيجوال ستوديو نزلته قدامكم وعملت له سيت اب وسبته، ولما بدا ان هو يخلص رجعت لكم تاني علشان نتابع السيت اب بتاعه. هو كده خلص خالص، هو كده ايه خلص تمام. دلوقتي انت ممكن تقفل دي وتشغله من قائمه ستارت، او تدوس على لانش. موديفاي برضو بتجيبها باكتر من طريقه، مش عايز اتطرق للكلام ده دلوقتي، خلينا ندوس على لانش. هيفتح فيجوال ستوديو تمام، وهتبدا ان انت تعمل له الاعدادات الاوليه، زي انك انت تختار الثيم، تسجل دخول، تختار الوجهه اللي بيظهر بيها الى اخره. ده كده فيجوال ستوديو. اول حاجه ساين ان، انت ممكن تسكيب او ممكن تساين براحتك، الافضل انك انت تعمل ساين ان طبعا، لكن احنا دلوقتي او ممكن تعمل كريت اكونت لو عايز، لكن احنا دلوقتي هنعمل سكيب. هنا جنرال، شوف عايز تختار حاجه ثانيه براحتك، انا هخليها جنرال، دارك ولا لو
براحتك اللي انت عايزه. انا هخليها بلو ولا عايزها لايت ولا عايزها بلو اكسترا، شوف اللي انت عايزه بتختار. انا مثلا هخليها بلو وهدوس ستارت فيجوال ستوديو. ستارت فيجوال ستوديو بيبدا ان هو يظبط الاعدادات ويعمل الملفات ويظبط القصه بتاعته كلها، ويبدا ان هو يفتح معاك علشان تبدا ان انت تعمل بروجكتس من خلاله. انا مش عارف هم ليه ما قفلوش دي، ماشي هنقفلها احنا. ده فيجوال ستوديو. انا دلوقتي هعمل كرييت ا نيو بروجكت. تمام، كرييت ا نيو بروجكت هيجيب لك الانواع اللي انت تقدر تعملها. تمام، وطبعا الانواع اللي انت تقدر تعملها هي اللي انت نزلتها. انا عشان علمت على الماوي ظهر لي ماوي، ولو نزلت تحت شويه هتلاقي الحاجات اللي انت علمت عليها زي الويب وزي الديسكتوب. انا هختار دوت نت ماوي. طبعا هنا في فلترز، انت اول لانجوجز ممكن تختار سي شارب فقط، عندك اول بلاتفورمز ممكن تختار اللي انت عايزه من هنا، عندك هنا اول بروجكتس تايب او اول بروجكت تايبس تقدر تختار اي حاجه انت عايزها، وخصوصا ماوي يطلع لك بروجكتس خاصه بالماوي. المهم انا اختار بروجكت ماوي وهدوس على نيكست، وهسمي البروجكت بالاسم اللي انا عايزه وهدوس على نيكست. هنا عندي دوت نت 8 فقط هي اللي موجوده حاليا، هدوس على كرييت، هيبدا ان هو يعمل البروجكت. طبعا البروجكت اللي بتعمل، عايز حضراتكم تعرفوا حاجه، ان كل الاي دي ايز او كل البرامج التطوير اللي انتم بتشوفوها دي اساسا اساس على الاس دي كي اللي بتشغلها. يعني الفيجوال ستوديو ده بيعمل ايه؟ الفيجوال ستوديو بيقعد ينفذ اوامر، انت بتقول له كرييت ا نيو بروجكت، هو بيكتب الامر اللي بيعمل بروجكت. يعني انت تقدر تعمل الكلام ده بدون فيجوال ستوديو اساسا فقط بالاس دي كي. يعني انت لو عايز تعمل بروجكت ماوي هتنزل اس دي كي خفيفه جدا، بعد كده هتنزل ورك لود الماوي، هياخد وقت معاك شويه وهتقدر تشتغل بالماوي وتنتج بيها من غير فيجوال ستوديو اساسا. لكن فيجوال ستوديو زي ما احنا ما شايفين هيئ كل حاجه وجهز كل حاجه وظبط كل حاجه، احنا مش محتاجين اي حاجه خالص، كل حاجه جاهزه حتى البروجكت عمله. في البدايه بتظهر لك علامات تعجب هنا، اوكي؟ بتسيب البروجكت، هو كده بيعمل ريستورنج نيو جيت باكجز، بتسيبه بيحمل شويه حاجات من الانترنت فقط لمره واحده، بس بشرط لمره واحده، يعني هو خلاص بيعمل كاش وبيحفظ الكاش ده عندك في النسخه. لما بتدخل انت تحذف بعض الملفات علشان تنظف الويندوز من غير قصد، بيتم حذف الحاجات اللي هو مكيشها، فبيكيشها تاني لازم انترنت تاني. انت واخد بالك من القصه؟ يعني هو دلوقتي بيحمل الحاجات دي، الحاجات دي لو انت سبته يحملها وسبت الويندوز في حاله وما نظفتش والكلام ده كله، تمام، هتلاقي اي بروجكت بتعمله وانت ديسكونكت مع الانترنت مش متصل معاه هتلاقيه بيتعمل عادي وبيشتغل عادي وعلامات التعجب دي بتروح لوحدها. لكن لو انت حذفت الحاجات اللي هو عمل لها كاش هتلاقي ان علامات التعجب رجعت ومش هتروح غير لما تشغل الانترنت تاني. يا ريت يكون الكلام واضح. دلوقتي هو بيحمل شويه حاجات، انت بتنتظره ما بتعملش اي حاجه خالص، ولو حسيت ان هو ما كملش تحميل براحتك بقى، انت ممكن تقفل فيجوال ستوديو ترجع تفتحه تاني، واهم حاجه الانترنت، اهم حاجه الانترنت يكون شغال، لان هو كده زي ما قلت لكم بيحمل من الانترنت. طيب بعد ما يحمل من الانترنت الحاجه اللي هو عايزها، كل علامات التعجب اللي ظاهره قدام حضراتكم دي هتروح واحده ورا الثانيه، وهتقدر ان انت تعمل رن على ويندوز بشكل مباشر. على اندرويد مش بشكل مباشر، يعني لو انت حبيت تشغل البروجكت بتاع الماوي ده على الاندرويد، على ويندوز هيكون بشكل مباشر على نفس الماشين اللي انت قاعد عليها على ويندوز ده، لكن على الاندرويد مش هيبقى بشكل مباشر، ولكن هيبقى عن طريق حاجه من اثنين، لا اما عن طريق الايميليتور، اوكي، وده احنا لسه ما نزلناهوش بينزل، اوكي، لا اما عن طريق هاتف حقيقي. لو انت شغلت عن طريق هاتف حقيقي مش هتحتاج للايميليتور، اوكي، يعني انت ممكن تشغل على هاتف ايه، هاتف حقيقي مفيش مشكله خالص، ده كده بفضل الله، تمام، ده بالنسبه للاندرويد. طيب نيجي بقى للاي او اس والماك كاتاليست. الماك كاتاليست مش هتشغلها من ويندوز، الماك كاتاليست اللي هي ماك او اس، يعني نظام الماك
ده هتشغله منين؟ هتشغله من الماك نفسه، يعني تعمل بروجكت ماوي على الـ على الـ على جهاز الماك. احنا شرحنا ازاي ننزل ونعمل بروجكت ونشغله على جهاز الماك بدون فيجوال ستوديو فور ماك، لان هم هيلغوا الدعم عن فيجوال ستوديو فور ماك قريب جدا. عملنا على فيجوال ستوديو كود وطورنا بيه وشغلنا البروجكت وقتها على الماك، على الماك او اس وعلى الاي او اس ايفون وعلى الاندرويد على هاتف حقيقي. تمام؟ هنا بقى تقدر انت تشغل الاي او اس، تقدر تعمل بير مع جهاز الماك، وبعد ما تعمل بير مع جهاز الماك بتقدر ان انت تشغل البروجكت بتاعك على الاي او اس. فبيبدا ان هو يعمل ايه بقى؟ الفيجوال ستوديو بيعمل ايه؟ بيروح لجهاز الماك اللي انت اقترنت معاه، بتعمل اقتران مع الماك، بير اقتران، بتقترن بجهاز الماك. لما بتيجي تعمل رن على اي او اس، الفيجوال ستوديو بيروح على الماك بيشغل الماشين اللي هي السيميليتور، بيشغل السيميليتور على الماك وبياخد المعلومات من الماك. بصوا خدوا بالكم، لاحظوا معايا العلامات تعجب بتروح، بياخد المعلومات من الماك، من جهاز الماك، وبيعرضها لك هنا، هنا على نافذه من الويندوز. لكن بيكون الشغل فين؟ الشغل او الهيدك كله بيكون على جهاز الماك، لان هو اللي شغال عليه السيميليتور، لكن ويندوز ما بيشتغلش عليه سيميليتور. فلازم نكون عارفين حاجه زي كده، ودي قلتها لكم قبل كده في الفيديو اللي فات اللي هو الخاص بتنزيل ادوات المطورين على جهاز الماك. الفيديو ده مهم جدا، بننزل ادوات كتير جدا على الماك وبنجرب حاجات كتير. اي حد عايز يشتغل على ان هو يعمل برمجيات لاي حاجه تخص ابل لازم يكون عنده جهاز ابل يقدر يشتغل عليه. تمام؟ طيب انا دلوقتي من شويه حكيت لكم على الديفلوبر مود اللي في الويندوز. لو انا جيت شغلت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ انا شغلت كويندوز ماشين، انا بختار من هنا الحاجه اللي انا هشغل عليها. انا دلوقتي شغلت كايه؟ شغلته كويندوز ماشين. يعني ايه؟ يعني قلت لبروجكت الماوي، يا بروجكت ماوي انا هتم انتاجك او هخليك يتم انتاجك على البلاتفورم اللي هي اسمها ويندوز، نظام التشغيل ويندوز. هيعمل ايه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. انا كده منتظره اهو، وكده انا عملت له رن، هو كده بيبني التطبيق. بصوا قال لي ايه، خدوا بالكم من ده، قال لي انيبل ديفلوبر مود فور ويندوز. يعني انت على نظام الويندوز في عندك حاجه اسمها ديفلوبر مود، تقدر تبحث عنها في الاعدادات او سيتنجز. هو مديك هنا على طول زرار تدوس عليه كده، ادوس عليه هيوديك على طول على الديفلوبر مود من غير ما تبحث عنها. ادي الديفلوبر مود، كل اللي انت هتعمله هتخليها يقف، هتخليها ايه؟ اون. هتقول له يس. انا كنت ممكن اعملها قبل ما اشتغل، لكن بحب اخلي كل حاجه واضحه قدام حضراتكم بفضل الله. اقفل دي وتعالى اعمل كلوز، شوف بقى هيكمل ولا هيفصل ونشغله تاني على حسب. يعني تقريبا هيشتغل، يعني اهو بدا يشتغل. تمام؟ زي ما هو واضح قدام حضراتكم البروجكت بفضل الله بدا ان هو يشتغل، والنافذه هتطلع دلوقتي اهي. دي النافذه، دي نافذه التطبيق اهو. ده كده الايه؟ البرنامج زي ما احنا ما شايفين مع بعض بفضل الله شغال، والهوت ريلود شغاله، وكل حاجه تمام. طبعا بنختار من هنا الحاجه اللي احنا عايزين نشغلها. انا اقدر اشغل على اندرويد، اقدر اشغل لو عامل بير يظهر لك هنا. اوكي؟ طبعا لما انت بتشبك الهاتف الحقيقي في الجهاز بيظهر لك هنا في خانه جديده، يبقى لوكال اندرويد، اجهزه الايه اللي هي المتصله مثلا باليو اس بي. تمام؟ عشان يبقى ايه، تكون كل حاجه بفضل الله واضحه قدام حضراتكم. احنا كده نزلنا الماوي وعملنا بروجكت شغلناه على نظام الويندوز. طيب خلونا ندوس على قائمه ستارت ونشغل فيجوال ستوديو ونفتح البروجكت اللي احنا عملناه، ما فيش غيره، وعاوزين نجرب نشوف. طبعا على حسب امكانيات الجهاز نشوف، عايزين نجرب ننزل ايميليتور. طبعا احنا بفضل الله شارحين بالتفصيل في كورس ماوي المدفوع، وشغلنا على هاتف حقيقي، والموضوع يعني سهل جدا. حتى الفيديو اللي شرحنا فيه تنزيل الادوات على الماك شغلنا على هاتف حقيقي.
دلوقتي عايزين نجرب هنا على الويندوز. طبعا انت على الماك برضو تقدر تشغل الايميليتور، مفيش مشكله. عندنا هنا حاجه اسمها اوبن اندرويد ديفايس مانجر، هي دي. تمام، ممكن تفتح بقى التولز وتشوف اندرويد، هتلاقي اندرويد ديفايس مانجر براحتك، يعني هتلاقي الحاجه من كذا طريق. المهم هتشغلها اوكي، هتلاقي مفيش عندك اي ايميليتورز. فهعمل نيو، هيطلع لي اللي احنا شايفينه مع بعض. تختار من هنا، شوف بقى هتختار البيز ديفايس، البروسيسور، الاو اس. طبعا الاو اس يعني ايه، ما تجيبش حاجه قديمه، لا خليك في ال 34، خليك في ال 34 اوكي. تمام، انا هسيبه زي ما هو كده، مش هغير فيه اي حاجه خالص، وهدوس على كرييت وانا فاتح الانترنت. هقول له اكسبت، هيبدا ان هو يعمل داونلود، هننتظره، واول لما يخلص داونلودنج هيبدا ان هو يعمل الجهاز، هيبقى الجهاز قدامنا. تمام، هرجع لكم تاني ان شاء الله بعد لما يعمل الجهاز. طبعا هو خلص داونلود، ودلوقتي بيفك الضغط علشان يعمل انشاء. لما بيخلص بنلاقي الجهاز ده او الايميليتور ده موجود، واقدر ان انا اشغله. هننتظره لما ينتهي ويعمل الايميليتور قدامنا. طبعا ممتازه جدا الحركه اللي هم عاملينها هنا، يعرفك ايه اللي بيحصل. هو بيداونلود الاي بي اي، هو بيظبط، بيداونلود الايميليتور، بينستول الايميليتور، بيعمل كرييت بعد كل الكلام ده. فاهمين القصه؟ يعني اهو خلص وجايب لك ستارت. ماشي اوكي، خلونا نشغله من هنا. هنا بيقول لي على حاجه برضو. بصوا انا بقول لكم سايب لكم الويندوز بطبيعته زي ما هو بينزل. بيقول لك اعمل تيرن اون للايه؟ للهايبر في، علشان لازم الكلام ده نعمله مع الحاجات اللي فيها محاكاه. اندرويد ايميليتور يعتبر ايه؟ يعتبر محاكي. فانت لما بتيجي تشتغل اي حاجه فيها اجهزه وهميه او محاكاه او كده، بتشغل الايه؟ الهايبر في دي. طيب انا هنعمل كنسل وهنقفل دي، وهنقفل فيجوال ستوديو خالص. هنا دي قصه ثانيه بقى، دي حاجه خاصه بالويندوز. طبعا انت لازم تبقى فاتح الفيرشواليزيشن من بره، زي ما بنقول بالمصري من البورده، بنقول كده، بنقول من البورده او من الفايلز يعني، او من ايه، من السوفت وير او الفيرم وير بتاع البورده، من بتاع المذر بورد يعني، من بره اوكي. ده مالناش دعوه بيه، الفيرشواليزيشن ده لازم تكون فاتحه خلاص. تعالى بقى هنا في الاوبريتنج سيستم بتاعك، هتدخل على الكنترول بانل، بعد كده تدخل انستول بروجرام، ومن هنا تيرن ويندوز فيتشرز اون اور اوف. ودي هتلاقي فيها حاجه اسمها هايبر في، اهو اهو عشان ما تتلخبطش، ركز معايا اهو، عندك هايبر في اي، هتعلم عليها كده وهتدوس اوكي. هيبدا يغير، ولازم تعمل ريستارت. يعني هو هيخلص الهايبر في دي، واول ما هيخلصها هيطلب منك ان انت تعمل ستارت. فطبعا يعني لما يخلص اهو بيقول لي ستارت، فهعمل ريستارت وهرجع لكم تاني ان شاء الله. وكده بعد ما عملنا ريستارت هنشغل فيجوال ستوديو تاني، وهنفتح البروجكت بتاعنا اللي احنا عملناه وجربنا عليه. اوكي كده المفروض ان الهايبر في اشتغلت واتفعلت واتعمل ريستارت للويندوز وكل حاجه ايه تمام. طبعا انت في كل مره بتفتح البروجكت بتنتظره لما يجمع ويخلص ويفعل حاجته والكلام ده كله، يحس بالملفات، يحس بكل حاجه، يجمع كفيجوال ستوديو، وبعد كده بتبدا ان انت تشتغل لما يفتح لك دي. طيب نفتح كده اندرويد ايميليتورز، طلع لي الايميليتور. يبقى ممكن يكون هو ما كانش مطلعه عشان الهايبر في كانت موقوفه. تمام، فانا لما هختار ايميليتور بعينه كده اوكي، وهاجي اشغل هيشتغل. يو كان جيت اجريتلي اندرويد ديبجر. طيب ماشي، خلينا ندوس على لانش ايميليتور من هنا، من الاختيار اللي هو مطلعه لي بفضل الله. اوكي وهننتظره لما يتم تشغيله.
بعد كده هنشغل من هنا وهو شغال. يعني احنا كده شغلنا على الايميليتور وهو ايه؟ وهو شغال، ما خليتوش يشتغل هو من الديباج، لا انا شغلته الاول من الاختيار اللي هو طلعهولي، بعد كده شغلته من هنا. لكن هو الطبيعي ان انت تشغله من الديباج على طول، لكن الجهاز ده يعني امكانياته قليله شويه، الجهاز اللي احنا بنجرب عليه امكانياته قليله شويه، فعشان كده الدنيا تحس انها بطيئه يعني. طبعا لازم نكون عارفين ان اول تشغيله لاي بلاتفورم تعتبر اكتر تشغيله بتاخد وقت. طبعا كون ان الويندوز اشتغل بسرعه ده عشان ويندوز، بصوا التطبيق هيبدا يطلع هنا على الايميليتور دلوقتي، لكن لازم نبقى فاهمين كويس ان اول تشغيله، يعني انا دلوقتي لو قفلت وشغلت تاني مش هياخد وقت في تاني تشغيله، لان هو مكيش ملفات، الا لو انا عملت كلين للبروجكت لحاجه تاني او كلين للسولوشن. فاهمين القصه؟ كذلك الاي او اس، كذلك الويندوز، اي حاجه. لكن طبعا اسرعهم بيكون نظام التشغيل نفسه اللي هو العادي، اللي هو سواء ويندوز او ماك. يعني لو انت جيت تعمل شغل على الويندوز هتلاقيه اسرع حاجه. تمام؟ اوكي. هنا موضوع الديبج طبعا بيتقل بزياده على اي حاجه انت بتجرب عليها، كتشغيل، كتجارب، ككل حاجه. يعني انت دلوقتي كونكت معاه، يعني اللي بتغيره هنا بيتغير هنا. يعني انتوا عارفين بقى، الناس اللي حضرت معانا كورس الماوي عارفه الكلام ده. يعني الهوت ريلود يعني حاجه جامده جدا جدا وقويه جدا. وادي البرنامج زي ما احنا شايفينه اهو بفضل الله، كده احنا جربناه على الاندرويد ايميليتور. عموما لو ركبنا الهاتف، لو ركبنا الهاتف والهاتف يكون متظبط بحيث الديفلوبر مود تكون مفتوحه فيه برضو، او ادوات التطوير او الديفلوبر تولز او الديفلوبر اوبشنز على الهاتف يشتغل معاك عادي، مفيش اي مشكله. فالايميليتور بيبقى محتاج امكانيات قويه جدا. يعني الايميليتور محتاج امكانيات في حاجات كتير، في البروسيسور، في كارت الشاشه، في الرامات برضو، في حاجات كتير. على الويندوز فعلا سهل 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 جدا، ولا بتحس ان انت محتاج تنزل جافا، ولا بتحس انك انت محتاج تنزل اي ادوات، ولا بتحس انك انت بتنزل كل حاجه، لا كل حاجه سهله بفضل الله. طبعا فيجوال ستوديو فور ماك على الماك لما كان موجود، هو حتى الان موجود، يعني هم لسه ما لهوش الدعم عنه، لكن بيقولوا هيلغوه بعد اشهر قليله. فيجوال ستوديو فور ماك برضه لما كان شغال ما كناش بنحس ان احنا بننزل حاجات كتير. تمام؟ لكن طبعا كده كده اكس كود بالنسبه للماك ده اساسي في كل حاجه. لكن ويندوز لا، ويندوز بصراحه هم مسهلين جدا جدا جدا. وارجو ان الفيديو ده يكون افادكم بفضل الله، وزود معلوماتنا، وخلانا نعمل سيت اب للادوات بتاريخ حديث بفضل الله. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.